أثارت مصادقة الهيئة العامة للكنيسة أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تقدمت به عضو الكنيسة ليمور سيفان هارميلخ على اعتبار مستوطنات إسرائيلية في منطقة الخليل ومن بينها مستوطنة كريات أربع على اعتبار أنها جزء من مناطق النقب، أثارت عاصفة من ردود الأفعال على مستوى محلي وعالمي. جدير بالذكر أنه صوت إلى جانب الاقتراح 52 عضو كنيسة فيما عارضه 37 عضو كنيسة ولم يمتنع عن التصويت أي من أعضاء الكنيسة الحضور في الجلسة. من ناحية أخرى صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون حماية الجمهور من المنظمات الإجرامية لعام 2024 والذي طرحه عضو الكنيسة تسفيجا فوغل، وأيد الاقتراح 18 عضو كنيسة دون معارضة أو امتناع، وسيتم تحويل اقتراح القانون للنقاش في لجنة الأمن القومي. ويتيح مقترح القانون للمحكمة المركزية إمكانية إصدار أوامر تقييد قضائية بناء على تقييم المخاطر الاستخبارية كما جاء في مسودة الاقتراح. للحديث عن هذين الاقتراحين ينضم إلينا في بث حي مباشر عبر الزوم الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيسة ورئيس الحركة العربية للتغيير. مساء الخير دكتور. مساء الخير. نعم، كريات أربع ستصبح من النقب، ما رأيك بهذا الاقتراح؟ يعني الكثير من الذين عارضوا هذا الاقتراح تحدثوا عن تسخير عملية سن القوانين واستبدال أغلبية مطلقة لتمرير مثل هذا القانون. النقب هو النقب والمستوطنات هي المستوطنات. نعم. هذا القانون يعارض القانون الدولي أيضا، هو إخلال بالقانون الدولي، وهذا ما قلناه في اعتراضنا على هذا القانون. لكن هناك 64 عضو كنيسة هم أساس هذا الائتلاف، متفقون على دعم اقتراحات لكل حزب من هذا الائتلاف، ولذلك مرروا. هناك أحيانا في الائتلافات التي ترتكز على حزب أو حزبين أي قانون، حتى إذا جاءوا أنه الشمس تشرق من الغرب على مدى كل هذه الحكومات كان يمر، يعني قوانين سخيفة. ولكن الهدف من هذا القانون هو تحويل ميزانيات من ميزانيات المخصصة للنقب عربا ويهودا، يهودا وعربا، إلى المستوطنات، مع أن المستوطنات تأخذ الشريحة الأكبر والقسط الأكبر من الميزانيات تحت سموتريتش وهو وزيرا للمالية، ولكن شهيتهم كبيرة وقدرتهم على تمرير القانون واضح. نعم، ذكرت أن هذا الائتلاف يعتمد على 64 عضو كنيسة، برأيك هل هناك من يرى بأنه إذا نتنياهو اجتاز الدورة الصيفية فإنه باق في رئاسة الحكومة حتى نهاية الدورة الكاملة لهذه الكنيسة، هل ترى هذا السيناريو هو الذي سيتحقق؟ أولا أنا أعتقد أن هذه الدورة الصيفية سيجتازها، وإذا اجتازها هي تنتهي في أواخر شهر تموز سبعة، ثم نعود في فاصل شهر 10. لذلك هذه السنة لا يوجد انتخابات، هذا واضح، إلا إذا حدث شيء دراماتيكي غير متوقع. هناك من يعتقد أنه ممكن الانتخابات تصير 3-4 فيما يتعلق باقتراح الميزانية، ولكني لست متأكد حتى من ذلك، لأنه 64 عضو كنيسة حتى بعد خروج جانب وأيزنكوت منها متماسكين متجانسين كيمين ولا يريدوا أن يخسروا السلطة، وكثيرون يعتقدون أنهم سيخسروا السلطة في الانتخابات، وهذا غالبا ما سيحصل. لذلك يحاولون أن يحافظوا على هذا الحكم بقوة. هناك من يغلف أن الانتخابات ستجري العام القادم عام 25 وليس هذا. نعم دكتور أحمد، ما هو موقفكم في الجبهة والعربية للتغيير من اقتراح القانون الثاني الخاص بالمنظمات الإجرامية؟ وأنت يعني ما بزيدش معلومات لإلك، ترى بأنه الدم ينزف في شوارع البلدات العربية بالرغم من تحفظاتنا وتحفظات مثلا إسعتيد وتجلوبيت اللي اشتغل بهذا الموضوع أكثر، على بعض البنود لم نعترض عليهم ولم نشارك في التصويت، لأننا نعتقد أنه في هناك ضرورة
ايجاد ادوات اخرى لمحاربه الجريمه ومنظمات الاجرام في المجتمع العربي، وهذه الجرائم التي تستهدف المجتمع العربي كل يوم، وهذه اداه اخرى بالرغم من تحفظنا على بعض البنود. احنا في بدايه هذه الدوره صوتنا على قوانين كثيره تتعلق بمحاربه الجريمه ومنظمات الاجرام، ضمها ناس من الائتلاف اليميني، لاننا نرى ان هذه القضيه بحاجة إلى كل أداة وكل قانون وكل طرف. أريد أن أسألك، أمس أو أول أمس يعني بلغنا علمنا من وزارة الداخلية بأنه سيتم رفع ضريبة الأرنونة بداية العام القادم بنسبة يعني تفوق 5%، وهي نسبة مرتفعة جدا وهي الأعلى منذ نحو 17 عاما، وأنت تلتقي في الأيام الأخيرة أيضا وزير الداخلية ووزراء آخرين مع رؤساء سلطات محلية عربية، وأنت تعلم دكتور أحمد أنه البلدات العربية هي الأضعف من هذه الناحية والناس يشتكون. كلامك صحيح. أولا نحن نبادر إلى مثل هذه الاجتماعات للأخوة الرؤساء الذين يتواصلون معنا، في تواصل دائما بيننا وبين اللجنة القطرية والرؤساء، وخاصة اجتماعات اللي فيها تحصيل ميزانيات وحقوق، وأنا أناشد السلطات المحلية أن تعي أنه لديها حقوق يجب أن تطالب فيها، أن تدرك جيدا كيف تقدم ما يسمى بالكولتوري المناقصات لتقديم الميزانية. هناك عدد من السلطات المحلية تزيد هذا العمل، وللأسف بعض السلطات نسيت أن تقدم أو تعرفوش كيف قدمه أو أنهم جداد لسه. نحن نساعد هؤلاء الإخوة وهذه المجالس لتحصيل هذه الميزانيات أمام المكاتب الحكومية، وفعلا حصل مؤخرا خلال أيام رتبنا اجتماعات مع وزراء الرياضة، الثقافة، الداخلية، الإشكال لبلديات قلنسوة، الطيبة، بستان المرد، مجلس روم، قريبة الناصرة وغيرها. هذا العمل مشترك مهم. وزير الداخلية ينصح دائما كل الرؤساء انه يزيدوا من جباية الأرنون كمصدر دخل آخر. احنا مشكلتنا بالأساس التقليصات التي اقترحتها وزارة المالية والتحكيم الوطني. أربي قال للرؤساء انه يعارض هذه التقليصات، وهو يحاول إيجاد حل عبر وزارة الداخلية. وكذلك كان في اجتماع مشترك للجنة القطرية ولنا في لجنة المالية مع رئيس لجنة المالية مشي جفني، اللي التزم بعدم التصويت على هذه التقليصات، إذا سموتريتش أرسلها إلى لجنة المالية وهذا مطلوب منه قانونيا أن يرسلها. هذا الالتزام مهم لا يكفي، مطلوب جهد مشترك بيننا وبين اللجنة القطرية، ونحن نقوم بذلك بشكل دائم. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الطيبي، عضو الكنيسة، رئيس الحركة العربية للتغيير. شكرا.